جمال يتدفق ويتجدد حيثما اتجهنا، ولعل أهم ما يستوقفنا اليوم على أعتاب مدينة العشق والشجن، مدينة تداعب خلقات النفس بعذوبة الكلمات وترانيم الوتر. كيف لا، وكل شيء فيها يصدح بأنفاس الفضول التي يجسد فيها عشق اليمن أرضا وإنسانا. هيا بنا سويا نحلق في مدينة التربة. هذا البرنامج برعاية برج الشارقة للملابس الجاهزة، أساس الموضة والتميز، ملابس رجالية ونسائية، ملابس ولادي وبناتي وبأشكال مختلفة. برج الشارقة، تشكيلات واسعة ومتعددة تناسب كل الأذواق. في برج الشارقة وفرنا لكم الجديد وبأسعار متاحة للجميع. عدن، الشيخ عثمان، شمسان مول. مطاعم السفينة لأشهى الأطباق وأفضل الوجبات، قسم اللحوم والدجاج، قسم المأكولات البحرية، قسم المخبزة، قسم المشويات والأرز، قسم المأكولات الشعبية، قسم المأكولات الساخنة، قسم السلطات والسندوتشات. مطاعم السفينة، أبحر معنا بمذاق. مشاهدين الكرام، سؤال حلقتنا لهذا اليوم: لماذا تبدو السماء زرقاء؟ لماذا تبدو السماء زرقاء؟ السماء زرقاء تجد انعكاس ضوء البحر. طيب كيف انعكاس ضوء البحر؟ سطوع الشمس يعكس ضوء البحر، يعني زراقة البحر التي تجد. طيب هنا ما في بحر الآن؟ بغض النظر، يعني محيط المياه أكثر من السماء، يعني مساحة البحر كبيرة تعكس ضوء البحر. هي مش مسألة بحر، المسألة مسألة ثانية. ليش أزرق؟ يعني قصدك غير هاي. لماذا تبدو السماء زرقاء؟ السماء زرقاء إيش والله؟ هلا خلي هنا تعرف الإجابة. لماذا تبدو السماء زرقاء؟ وأنت حاولوا. طيب تعال، كيف من الشمس زرقاء؟ الشمس ايش لونها؟ الصفراء. ليش زرقاء؟ طيب مدري. السؤال يقول: لماذا تبدو السماء زرقاء؟ لون يمكن يعكس لون البحر، يعني اننا لما الشمس تعكس تنخب على البحر يا تنعكس. طب ايش معنى للبحر؟ ليش مش الشجر؟ ليش مش خضراء؟ لا، لون البحر يعني الماء يعكس، يعني التبخر. احاول المره الثانيه. يعني الشمس لما تنزل على البحر يعني زي اللي يتبخر كذا يطلع. لا مع الاسف. سؤال يقول: لماذا تبدو السماء زرقاء؟ لماذا تبدو السماء زرقاء؟ هذا يعني انه مخفف من فوق سطح الارض، يعني كنا كذا زرقاء. ايوه، ايش في حاجه عليها؟ هذه طبقه يعني من فوق الارض. تمام، ايش على الطبقه هذه؟ يعني عازل، يعني حمايه للارض. دي طبقه ايش؟ عباره عن طبقه ايش؟ يا مقرب شويه، قرب زياده. طبقة تعني حماية الأرض، هذه طبقة حماية الأرض. لا مش طبقة، غلاف جوي. تبقى غلاف الجوي فوق الغلاف الجوي. ايش؟ السؤال يقول: لماذا تبدو السماء زرقاء؟ لماذا تبدو السماء زرقاء؟ يعني ما هو نتيجة عن انعكاس
البحر وزي كذا. هذاك البحر ليش ازرق؟ يعني عكس السماء. طيب لماذا تبدو السماء؟ عندنا في خيارات ولا والله ما اعرف. مشاهدينا لازلنا نبحث عن متسابق يعرف إجابة هذا السؤال. يقول لماذا تبدو لون السماء زرقاء؟ لماذا تبدو لون السماء زرقاء؟ بسبب الغلاف الجوي. الغلاف الجوي يقوم بحماية الغلاف الجوي يقوم بحماية السماء من النيازك والهذا، بس ما أدري والله. السؤال يقول لماذا تبدو لون السماء زرقاء؟ لون السماء زرقاء يعني محملة بالأمطار بالمي. محاولة أخرى. شكرا. السؤال يقول لماذا تبدو السماء زرقاء؟ أتبدو السماء زرقاء لأنها تعكس لون البحر، هي تعكس لون البحر، يعني تعكس أشعاع إلى البحر، وهي أنها تعكس لون البحر. طيب ليش ما تعكس لون الشجر؟ لأن الشجر هي لون أخضر والبحر هو أزرق، يعني لأنه البحر هذا حكمة إلهية، حكمة ربانية، يعني لأنها تعكس لون البحر وتشيع إلى شيء يعني أنه أزرق. تدري انه البحر ينعكس على لون السماء مش السماء اللي تنعكس على لون البحر؟ انا والله ما داري كيف. انا هذا السؤال اللي عندي انه يعكس لون البحر. شكرا لك. الله عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. ايش اسمي؟ عدلة. قدم معك انشودة؟ تعرفي تنشدي؟ قولي اي حاجة. قولي احبكم. قولي احبكم. قولي احبكم. أحبكم. شكرا. السؤال يقول لماذا تبدو لون السماء زرقاء؟ الله يعني تحميل المطار، يعني تخرجنا متى تعكس البحر لون البحر. بسبب غازات او شيء. السؤال يقول لماذا تبدو السماء زرقاء؟ لان بلون البحر، تعكس لون البحر. السؤال يقول لماذا تبدو لون السماء زرقاء؟ مرور الهواء في الضوء. محاولة أخرى. شكرا. السؤال يقول لماذا تبدو السماء زرقاء؟ لماذا تبدو السماء زرقاء؟ ما لا أعرف. حاول. السماء زرقاء. مناسبة لدرجة الحرارة. درجة حرارة الأرض. شيء علمي خلاها تكون باللون الأزرق. لتلطيف الجو. شكرا لك. السؤال يقول لماذا تبدو السماء زرقاء؟ لماذا تبدو السماء زرقاء؟ زرقاء مع يعني بعد المطر. دائما ما فيش مطر كل يوم. لما تكون زرقاء تكون بعد المطر. لا لا. إجابة غير. حاولي مرة ثانية. يعني تقرب في الإجابة ولا إيش؟ في سبب علمي. من الأشياء البحر. هذا السؤال. لا. السماء زرقاء لأنها تبدو صافية. لا. طيب السؤال يقول لماذا تبدو السماء زرقاء؟ ليش لون السماء أزرق؟ حاولي.
من شويه. كيف لون السماء زرقاء ايام الامطار؟ لا اهم شيء ايام الامطار. السماء زرقاء. مش مساعدة؟ أول حاجة ساعدتني إني خليك تحاولي وأعطيك مرتين محاولة. يلا. طيب. حاولي. آه. العش. سلمتي؟ لا. لون السماء زرقاء. طيب لون السماء زرقاء ليش؟ علشان ال في سؤال بس ما ادري شنو بيطلع. كذي بيعاد. ماشي. السؤال يقول: لماذا تبدو السماء زرقاء؟ لماذا تبدو السماء زرقاء؟ من السحب، من اسمه المطار. لا، حاول أخيرا. مع الغيوم. السؤال يقول: لماذا تبدو السماء زرقاء؟ لأن لم يوجد فيها ناس يلوثني. حلوة، حلوة الإجابة. لكن لأن حاليا البشر. لا، طريقة علمية فيه. والله تحليلك منطقي. شكرا لك. بتعكس حق البحر يعني. لا. يعني ما تعكسش؟ لا. هو البحر يعكس من لون الماء. او ماي جاد. السؤال يقول: لماذا تبدو السماء زرقاء؟ والله على لون البحر. محاولة أخرى. السؤال يقول: لماذا تبدو السماء زرقاء؟ لأنها الطريقة الوحيدة التي يتفاعل الضوء مع الأرض فترسل الشمس أشعتها، فترسل الشمس أشعتها يعني ضوء يعني أشعة غازية إلى الأرض، فيكون أكثر فيطلع قزح فيكون أكثر السماء لونها زرقاء. لا، محاولة أخرى. أعطيك ما قلت. لا ما أسمع في شغلة دي يعني إن ترسل أشعة الشمس ترسل أشعتها أشعة غازية. والأشعة الغازية يعني تتقسم إلى 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 قزقزة هذه الألوان ألوان الطيف السبعة هذه وتكون أكثر السماء زرقاء. هو أصلاً مش من فعل الشمس وإنما السؤال يقول: لماذا السماء تبدو زرقاء؟ بسبب بعد المسافة، بعد المسافة بين السماء والأرض يتهيأ النظر أنها زرقاء لكن هي بالأصل بيضاء وليست زرقاء. هي فعلاً مش زرقاء لكن الإجابة ليست صحيحة. بعطيك محاولة أخرى. بعد المسافة أو تراكم طبقات السحب وانعكاس أشعة الشمس تبدو النظر زرقاء. لا، طريقة علمية مرتبة. السؤال يقول: لماذا تبدو السماء زرقاء؟ بسبب انعكاس لون البحر عليها. لا، محاولة أخرى. في سبب علمي. انكسار الضوء. لا. شكرا لك. السؤال يقول: لماذا تبدو السماء زرقاء؟ لأن لا يوجد فيها حد. صح؟ إجابة منطقية لكن ليست الإجابة المطلوبة. لأن ما فيش من يفسده. حلوة الإجابة لكن مش الإجابة المطلوبة. في سبب علمي. من جاري. شكرا لك. السؤال يقول: لماذا تبدو السماء زرقاء؟ بسبب الغلاف الجوي، لأن طبقات الجو العليا أو زي الطبقات العليا الجو العليا تنعكس على 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 السماء فتبدو زرقاء، نشوفها يعني زرقاء. طبعاً الإجابة بعد عناء طويل الإجابة صحيحة. أحسنتي ولك جائزة كما قلنا مقدمة من برنامج خربشات رمضانية مبلغ نادي بمقدار 10,000 ريال تستاهلي. وسعدنا جدا بتواجدك معنا. انا اسعد.
متابعينا الكرام، في حلقة اليوم ننقل لكم تحدي. عندنا هنا فريقين، بنفهم التحدي مع بعض الآن. التحدي عبارة عن أنه في عندي 2 سطول أو إناءات، بيتم كل فريق بيحاول يأخذ الماء من البير ويمر بالإناءات اللي عنده الاثنين، كل واحد عنده إناءين، بيحاول يحافظ على كمية الماء اللي عنده بداخل الإناء، وبينما واحد من فريقه من الشخص الثاني بيسوي عرقلة للفريق الآخر، كل فريق بيسوي عرقلة للفريق الآخر. يوجد هناك البئر، وهنا عندنا فيه 2 إناءات. نتعرف على المتشاركين في هذا التحدي. الفريق الأخضر صواب سعيد، عمر عبد العزيز، اهلا وسهلا. والفريق البرتقالي بشار بشير، عبد الرحمن عبد الله، اهلا. ننتظر الصافرة فقط لننطلق. فاهمين ايش عملكم؟ أجل ينزل دردات عشان اصوره.
شغال شغال هرب من الدكتور. شو سلاحك اللي عندي؟ خش ثوره. انطلقت السافرة وانتهى التحدي بفوز الفريق البرتقالي كما شاهدنا بأن سطلهم شبه وأن السطل الآخر أقل منه. فهنيئا للفريق البرتقالي الفوز والتصدر في هذا التحدي على الفريق الأخضر. ولكن كما عودناكم أنه لا خاسر لنا في البرنامج، هدية مقدمة للمركز الأول الفريق البرتقالي، مبلغ نقدي قيمته 10,000 ريال. هنيئا لكم. والمركز الثاني أيضا لن يخسر، له مبلغ مالي قيمته 5,000 ريال. هنيئا للأخضر أيضا وشكرا لكم. متابعينا إلى هنا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية برج الشارقة للملابس الجاهزة، أساس الموضة والتميز، عدن، الشيخ عثمان، شمسان مول، مطاعم السفينة لأشهى الأطباق وأفضل الوجبات. مطاعم السفينة، أبحر معنا بمذاقك. We'll be right back.